شوف في احدى سيدات عم تحكي. خلينا والدولي هون واني جاهزه، اللي بيقرب ماني سكتت له، اكثر شيء بياخذوني على الحبس بس. ما حدا بيسترجع، لا دوله ولا جيش بيقرب، لانهم كلهم كذابين هن السبب. انا بدي ارفع كل الشهداء، الشهداء كل اللي راحوا مسؤولين مينا نحن، مسؤولين من هالدوله الخرا. أنا الشهيدة سحر تأثرت فيي من ورا اللي عم بسمعوا عنا واللي بقراهم فيها، مش لأني بعرفها لا. ما بتقربي يا لسحر بس حمد أبدا. أنا شيعية ومن الضاحية، سحر تأثرت فيي من ورا حكي خطيبة وأهلها. أنا اللي بيهمني أثرت فيها سباعي بيكون خي جوزي. ما بقى يكذبوا على العالم ويقولوا للعالم كلهم هني من وراهم السبب. شو بدك تقولي؟ انت عم بتوجهي رساله لرئيس المجلس. لمجلس النواب نبيه بري، 30 سنه بالحكم، 35 سنه شو عمل لشعبه؟ لطائفته بالذات، بضلهم يقولوا الشيعه الشيعه، شو عمل للشيعه بالذات شو عمل لهم؟ ما عمل لهم شيء. كل صفقاتهم وسخه وعلى راسهم بري ولا ميشيل عون ولا سعد الحريري، والوزراء اللي قبلهم من حسابهم، بدك تقولي رئيس جمهوريه 15 سنه بفرنسا يهاجم الحزب وسلاح الحزب، هلا تحالف مع حزب الله ليه؟ شو هالاساليب كلها اللي وصلها بس؟ حاجه كسبوا على العالم. صرخة وجع نخلة وصرخة خليني أقول يعني نفور من هذه الطبقة السياسية التي ضاق بها أهالي شهداء تفجير مرفأ بيروت.